الشتاء قادم. هذه الجملة الأشهر من مسلسل صراع العروش قد تتحول مخاوفها إلى حقيقة في أوروبا. فالشتاء البارد ساعد موسكو من قبل على هزيمة نابليون وهتلر، ويبدو أن روسيا تراهن على الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة والنقص المحتمل هذا الشتاء لإقناع الأوروبيين بوقف تسليح أوكرانيا والسعي إلى هدنة بشروط روسية. أوروبا المتجمدة، معركة الطاقة بين بوتين والغرب، من يعلن الاستسلام أولاً؟ يعتقد بوتين أن وسائل الراحة تهم الأوروبيين أكثر من مصير أوكرانيا، وأن الاستحمام بالماء الساخن والمنازل الدافئة ستتفوق على أسئلة الحرية والديمقراطية. ففي ألمانيا تنخفض شعبية مستشارها أولاف شولتز، في حين خسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أغلبية البرلمان. ووصلت إلى إيطاليا أكثر حكومة تشدداً منذ عهد موسوليني، واستبدل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق بزعيمين آخرين في أقل من شهرين. تخشى الحكومات الأوروبية اشتعال فتيل الغضب والاضطرابات في الشارع، خاصة بعد موافقة مجلس الاتحاد على خطة لترشيد استهلاك الغاز بنسبة 15% بحلول الشتاء. دول الاتحاد الأوروبي صارعت كذلك لملء مخازن الطاقة لديها بنسبة 91%، لكنها قد لا تكفي سوى أسابيع فقط، وقد تواجه القارة العجوز اضطرابات في الإمدادات أوائل العام القادم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما أجبر الحكومات على تمويل إعانات ضخمة بنحو 553 مليار يورو. ورغم بحث أوروبا عن البدائل وخطط الترشيد، تعجز القارة عن تجاوز اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، فدفع المسؤولون الألمان بكندا للالتفاف على العقوبات التي فرضتها برلين بنفسها على روسيا لإصلاح خط الأنابيب نورد ستريم 1 للحفاظ على تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا. ولكن أين روسيا من هذه المعركة؟ فيما يبدو أن الرئيس الروسي يستمتع بابتزاز أوروبا، فإن الأمر سيتطلب في المقابل إغلاقاً كاملاً لخط أنابيب نورد ستريم. وكل مهندس بترول يعرف أن العواقب على موسكو ستكون وخيمة كذلك، فحصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز تراجعت بسبب العقوبات من 36% إلى 9% فقط خلال عام واحد، علاوة عن الضرر الذي سيلحق بخطوط نقل الغاز الروسية المتوقفة عن العمل. فخط أنابيب نورد ستريم ينقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من حقول مناطق القطب الشمالي النائية في روسيا، ويدخل إلى خط الأنابيب في منطقة فيبورغ قرب الحدود الفنلندية، ثم يتدفق تحت بحر الشمال إلى غرايفسفالد بألمانيا وصولاً لنظام توزيع الاتحاد الأوروبي. ومع توقف الطلب الأوروبي، لا تستطيع غازبروم إرسال فائض غازها الشمالي المقدر ب 62 مليار متر مكعب سنوياً إلى أي مكان آخر، ولن يبقى لديها خيار سوى إغلاق عدد كبير من آبارها التي قد تتضرر بشكل كبير بسبب التوقف عن العمل والتكوينات الجيولوجية المختلفة. غير أن تهديد بوتين للبنية التحتية للغاز في روسيا يبدو ضئيلاً مقارنة بتضحيته بسمعة روسيا كمورد موثوق، خاصة بعد فقدانه أفضل عملائه في الاتحاد الأوروبي إلى الأبد لصالح عملاق الغاز المسال المزدهر وعدو بوتين اللدود الولايات المتحدة الأمريكية. فمن سيطلق صرخة الاستسلام أولاً؟